مساء الخير على حضراتكم في أول حلقة من حلقات الأسبوع من برنامجكم مساء الخير. فاكرين حضراتكم الأسبوع اللي فات لما حصلت الأزمة الشديدة في الكهرباء، ولا تزال يعني، بس يوم العالمي اللي الكهرباء انتاجها تراجع بنسبة 25%، وتعهدت الحكومة للسيد رئيس الجمهورية بأنه ابتداء من يوم الأحد القادم سوف يشهد المواطن تحسنا ملموسا في الكهرباء الأحد القادم اللي هو بكرة. علشان كده احنا بنفكر السيد رئيس الوزراء والحكومة المبجلة والسيد وزير الكهرباء ان بكرة الحد، وبكرة الحد هنخصص الفقرة الأولى من برنامجكم مساء الخير عشان نشوف هل حصل تحسن أم لا. الأمانة والموضوعية تقتضي ان انا اقول بصراحة ان انا شاهد تحسن ابتداء من يوم الخميس اول امبارح وامبارح والنهاردة. الكهرباء او النور بينقطع، لكن ما بينقطعش بنفس المساحة او المسافة اللي كان بتقطع بيها الفترات اللي فاتت. الحد بكرة معادنا معاكي يحكم. النهاردة واحنا بنبدأ اول حلقاتنا ما ينفعش نبدأ من غير ما نترحم على ضحايانا اللي ماتوا امبارح وهم في طريقهم لشرم الشيخ بعد تصادم اتوبيسين سياحيين. حوادث الطرق ما بقاش ينفع يتسكت عليها، خاصة لما تعرف حضرتك ان مصر الاولى عالميا في حوادث الطرق من 193 دولة. عندنا 13,000 قتيل بنفقدهم سنويا بسبب حوادث الطرق، نصهم من الشباب. عندنا 60,000 مصاب. كمان مصر بتخسر سنويا 17 مليار جنيه بسبب حوادث الطرق. مجلس الوزراء عامل اجتماع بعد بكرة لمناقشة هذه القضية، واللي احنا ان شاء الله برضو هنناقشها في برنامجنا. نطلع من حوادث الطرق وتعالوا نتكلم عن شكاوينا، شكاوى المواطن. ليه النهاردة عايز اتكلم عن شكاوى المواطن؟ لان انا لاحظت ان عادة نداءات الاستغاثة بالسيد رئيس الجمهورية على صفحات الصحف رجعت تاني. كان في تقدير ان بعد ثورتين الاستغاثات دي اللي كانت بتوجه لمبارك هتختفي، على اساس ان ابواب المسؤولين مفتوحة امام اي مواطن، وخاصة لو كان مواطن بقى مستثمر او ليه حيثية، لكن يظهر الحال زي ما هو. عشان كده نفسي اعرف مين هو الشخص المسؤول في رئاسة الجمهورية عن استلام شكاوى الناس، ويا ترى كده بيحللها وبيفنطها، بيحلها ولا؟ ويا ترى السيد رئيس الجمهورية عنده فكرة بالرسائل اللي بتيجي؟ معنى ان حد يا اخوانا بيشتكي لرئيس الجمهورية على طول معناه ان ابواب المسؤولين الاقل من مقام رئيس الجمهورية اغلقت امام الشاكي. في برنامجكم مساء الخير هنفتح مساحة يومية لحضراتكم تشتكوا فيها، اما ان انتوا تتصلوا بالتليفون وتقول ايه الشكوى بتاعتك، او تبعت الشكوى بتاعتك في رسالة على رقم 911 70 911 70، قول لي اسمك تليفونك والشكوى بتاعتك، او تبعتها على صفحة البرنامج على الفيسبوك مساء الخير مع محمد علي خير، واحنا هنتابع حلها مع المسؤولين ونبلغ حضراتكم بايه اللي حصل في الشكوى دي. اتحلت هقولك اتحلت، ما اتحلتش هقولك المسؤول ما ردش علينا وكبر دماغه. هجيب لك من الاخر. بمناسبة بقى الشكاوى، منظمة الاقتصاد والسلام الدولية بواشنطن، منظمة معروفة كده، طلعت تقرير قالت فيه ان في 10 دول في العالم النهاردة من 193 دولة عدد الدول في العالم على ما اذكر، يعني في 10 دول فقط المواطن في العشر دول دول ما بيشتكوش من اي حاجة، ما عندهمش مشاكل. المواطن هناك في العشر دول دول عايش عيشة زي الفل. تيجي نحسد العشر دول دول ومواطنيها السعداء، واللي في مقدمتهم ايسلندا. ايسلندا المواطن هناك ما بيشتكيش في اي حاجه، يا ليت الدنمارك، والنمسا جايه في المركز الثالث. مصر اسمها ذكر في التقرير بس واخده ترتيب متاخر. بريطانيا في المركز 47،
امريكا 101، فلما تبقى امريكا 101 لما احنا نبقى 170 180 مش وحش يعني. المنظمه بتفسر سر سعاده الشعوب دي لان بلادهم ما فيهاش صراعات. تفتكروا يا ترى يا هل ترى هيجي يوم وهنبقى من الشعوب السعيده عالميا؟ ليه لا؟ بس والله شكلنا هنبقى من الشعوب السعيده لان حكومتنا بتجتهد عشان تخلينا سعداء، بدليل ان حكومتنا بتفكر انها تقنن المخالفات وبتسعى انها تخلي الغلط يبقى صح. ازاي؟ خد عندك حكومتنا وافقت على مشروع قانون للتصالح مع مرتكبي مخالفات البناء اللي زادت في مصر في الثلاث سنين اللي فاتوا منذ ثورة يناير. وزير الإسكان قال إن القانون هيسري لمدة 6 شهور بس يتم استقبال الحالات المخالفة علشان نقننها، لكن لن يتم تقنين المباني اللي بتهدد أرواح الناس أو البنى على الأرض الزراعية. والوزارة عملت شوية ضوابط، رغم عايز أقول لحضراتكم إن حكومات ما بعد ثورة يناير وكنا بنصفها بحكومات الأيدي المرتعشة والضعيفة رفضت تقنين هذه الحالات. وبعدين عايز أعرف، أنا مبسوط يعني الحكومة بتحاول تسعد السادة المواطنين حتى لو كانوا مخالفين يعني، بس إزاي الحكومة عاوزة تقنن البناء المخالف ده من ناحية، وهي نفسها من كام أسبوع كانت عمالة تهد وتكسر العمارات المخالفة؟ حد فاهم حاجة؟ يعني نرجو من السادة أعضاء الحكومة إنهم يشرحوا لنا المعضلة دي، وإذا كانت حكومتنا عاوزة تسعد المواطن من خلال تقنين المخالفات إحنا في برنامجكم عاوزين نقول برضو خبر يسعدكم، مش هسيب الحكومة بس هي اللي تحاول تسعدكم. عايز أقول لحضراتكم وزارة القوى العاملة أعلنت عن وجود فرص عمل في قطاع التشييد والبناء في بعض دول الخليج بمرتبات جيدة. مطلوب إن حضرتك تروح الوزارة تعرف الوظيفة المتوفرة واللي بتناسبك والورق المطلوب إيه، وبالتوفيق. أيضا وزارة القوى العاملة أعلنت على إن هناك فرص عمل في مشروع قناة السويس الجديد ومعظمها وظائف لسائق النقل والمقطورات واللوادر. اللي عاوز يروح فورا على وزارة القوى العاملة أو يدخل على موقع الوزارة على الإنترنت، وياريت شباب ينزلوا لنا عنوان الوزارة على الشاشة. خلصنا كده شغل الحكومة واستعراضها والكهرباء، وبقت القضية المهمة اللي أنا عايز أكلم حضراتكم فيها النهاردة. عايز أكلمكم عن هم البيت المصري في شهر أغسطس، وأفتح لحضراتكم تليفونات عشان أسمع رأيكم في القضية دي. الموضوع اللي أنا هتكلم فيه هم البيت المصري في شهر أغسطس هو التقديم لأولادنا للمدارس. بس أنا مش هتكلم لو ابنك في المدرسة، دي قضية هتكلم عليها في آخر الفقرة. أنا هتكلم لو حضرتك كنت ولي أمر جديد طازة، عندك طفل أو أكتر وطمعان تعلمهم تعليم كويس. هتفاجأ بسؤال لوزعي، إيه هو نوع التعليم اللي أنت عاوز تختاره لابنك؟ إذا قلت راجل طيب كده زي حالاتي ومتصور إن التعليم في بلادنا هو نوعين، إما حكومي أو لغات، تبقى غلطان. تعال أديلك فكرة عن أنواع التعليم في بلادنا. هات ورقة وقلم كده وصحصح معايا عشان تعرف ان الليله هتبقى صعبه قوي قوي قوي. عندنا اول حاجه تعليم ازهري. تعليم الازهري ده بينقسم الى انجليزي وازهري عربي. ثانيا عندنا التعليم الحكومي. التعليم الحكومي ينقسم لانواع، في الحكومي اللي انا وحضرتك اتعلمنا فيه بس زمان ده كان 100 100، في حكومي محسن زي الرغيف المحسن اسمه تجريبي. التجريبي ده نوعين، في تجريبي عربي وفي تجريبي انجليزي. احنا كل ده تبع وزارة التربية والتعليم. كمان في مدارس قومية. مدارس القومية دي نوعين، في مدارس قومية مناهجها باللغة العربية ومدارس قومية مناهجها باللغة الانجليزية. سيبك بالحكومة، تعال اقول لك على التعليم الاجنبي، ده اكتر من نوع. عندنا مدارس ناشونال ودي مدارس لغات، في منها مدارس انجليزي بتدرس بمنهج انجليزي او فرنساوي او الماني، وهو نفس منهج الحكومة بس المدرسة بتروح جايبة مترجم شاطر يترجم منهج الحكومة للغة دي ويضحكوا عليك عشان اجيب لك بالاخر. كمان غير مدارس الناشونال عندنا مدارس الانترناشونال الدولية، ودي انواع، في منها التعليم البريطاني، في منها التعليم الامريكي،
في كمان غير كل ده عندنا المدارس التابعه للكنائس. ايه رايك؟ فهمت حاجه من الخلطبيطه اللي شرحتها لك؟ طب لسه عاوز تدخل ابنك مدرسه؟ بص هقول لك نصيحه اب مر بالتجربه دي زي كده اللي هو انا. فكر كتير قوي 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 قبل ما تختار نظام تعليم لابنك. حط في بالك انك تنقل ابنك بعد ما يدخل نظام تعليم معين الى نظام تاني عمليه صعبه قوي ومرهقه نفسيا وبدنيا وماديا، والولد كمان بيتعب. ويا ريت المدرسه اللي تدخل فيها ابنك من الحضانه يستمر فيها لحد ثالثه ثانوي، يا ريت. هتسالني يا ترى يا خير انت عملت كده؟ هقول لك للاسف لا، لاني ما لقيتش حد يشرح لي زي ما انا بشرح لحضرتك كده. تعالوا بقى نتكلم على مصاريف المدارس اللي بقت حاجه لا تطاق. مش انت اخترت بقى وحددت نظام التعليم لابنك؟ لكن للاسف هتقع عند بعض اصحاب المدارس اللي استغلوا هوجه ارتفاع الاسعار ومزودين الدنيا بلا ازرق. طبعا ده غير اسعار اتوبيس المدرسه، غير الكتب، غير الزي المدرسي. سؤالي لحضرتك وهفتح التليفونات حالا، يا ترى عندكم مشاكل في موضوع مصاريف المدرسة؟ لأن أنا جايب لكم خبر النهاردة من وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بأسعار المدارس ومصروفات المدارس. خلونا نسمع بعض. كلموني من أي تليفون محمول على 137، كلموني من أي تليفون أرضي على 0900 9900، وابعتوا رسائلكم على رقم 911 72. سؤال لحضراتكم، في مشكلة عندك وانت رايح بتقدم لابنك في المدرسة؟ عندك مشكلة في الزي؟ عندك مشكلة في مصروفات الدراسة؟ يا ريت تكلمني. ده جزء مهم انا عايز حضراتكم تتواصلوا معايا فيه. والنهاردة مفروض يا شباب جهزتوا المتحدث باسم المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. احنا كنا عاملين فقرة من عدة ايام وكان بيشرفنا فيها عدد من السادة أولياء الأمور، وكانوا بيشتكوا معايا الدكتور هاني كمال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم. أهلا بيك دكتور هاني. أهلا بحضرتك في المحمل بحضرتك. إحنا مفروض لينا عندك خبر حلو، هتقول لنا إن معالي الوزير قرر إيه بقى فيما يتعلق بمصروفات المدرسة. أولا أنا برحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين، وكمان كان في مداخله المفروض في الحلقه اللي حضرتك كنت مستضيف فيها بعض من اولياء الامور المحترمين، وهم كانوا طلبوا مني اعمل مداخله، وكانت المفروض تتم يومها عشان كنت اوضح لحضرتك ولحضراتكم حاجات كتير، بس انا مش عارف المداخله بتمت ايه. لا اتفضل، هي مع حضرتك هي المداخله. ما فيش ادنى مشكله عشان ما اعطلش وقت حضرتك. طبعا كما تعلم حضرتك ان اولياء الامور بيشتكوا ان بعض اصحاب المدارس الخاصه، ومش هنقول كلهم يا استاذ محمد لان طبعا قضيه التامين دي قضيه ظالمه، لان في ناس الحقيقه يعني ماشيه مع الدوله ومع اولياء الامور وبتراعي الظروف اللي فيها الدوله، لكن في ناس يعني ما مصلحتها وبس. والوزاره طبعا لا يمكن انها تكون في صف دول، الوزاره دايما في صف الطالب وولي الامر، ومش ممكن تترك ولي الامر فريسه. والحمد لله برضو ان دلوقتي في فرصه ان احنا مع حضرتك من خلال القناه الكريمه نوضح للساده المشاهدين الخبر الحلو اللي حضرتك قلته. ايوه لا اللي انا هسمعه على لسان حضرتك. اتفضل. اتفضل حضرتك. في كتاب دوري رقم 20 بتاريخ النهارده 23/8/2014. وده بعد الحلقه اللي حضرتك عملتها وحلقات اخرى مضاف اليها الشكاوى اللي قدمها بعض اولياء الامور. الكتاب الدوري ده بيقضي بالاتي: بشكل مشدد يتم التجديد والتنبيه باتخاذ الذي النحو الاتي: 1- الغاء كافه نتائج البحوث المتعلقه بشان اعاده تقييم المصروفات للتعليم والنشاط، سواء تم اعتمادها من لجنه التعليم الخاص بالادارات والمديريات او ما زالت قيد البحث. 2- اتخاذ ما يلزم نحو الغاء نتائج اعاده التقييم للمصروفات التي اعتمدت واعتبرها كان لم يكن. معناه الكلام ده يا استاذ محمد؟ ايوه
ان اصحاب المدارس الخاصه اللي تعرضت على القرار الوزاري 449 وفسروا بعض بنوده خاصه الماده 34 اللي بتقول ان المدارس عشان ترفع مصروفاتها بتتقدم بطلب من اكتوبر، واكتوبر وفق القرار اللي عند حضرتك وكابوس زملاء يبدا من اكتوبر 2014 واحنا لسه ما جيناش اكتوبر 2014. اذا جميع الزيادات اللي تحت وتم وكل المصاريف اللي تم تحصيلها من اولياء الامور لابد وان تعود اليهم، وكل الزيادات كانها لم تكن وتلغى على الفور. اي مدرسه هتخالف ما جاء في الكتاب الدوري والقرار الوزاري ستتعرض لاجراءات تنتهي بوضع المدرسه تحت الاشراف المالي والاداري، وهذا كلام نهائي لا فصل يعني لا جدال فيه عشان اولياء الامور يطمئنوا تماما تماما تماما. دكتور هاني، افهم من حضرتك ان اسعار المدارس اللي حاولوا يزودوها في الشهور اللي فاتت وخدوا مننا كاولياء امور الفلوس دي هترجع لنا تاني. هترجع تاني يا فندم وكأن لم تكن، القرار بيقول كده. فيما يتعلق باسعار المدارس في العام الدراسي الجديد، هل حضرتكوا حددتوا كوزاره نسبه محدده للزياده؟ ايوه يا فندم، القرار 290 اللي بعض اصحاب المدارس الخاصه حبوا يستغلوا بند فيه لصالحهم وهم استغلوه خطا بالمخالفه للقانون، بيقضي الا تكون الزياده الا وفق شرائح حددها القرار الوزاري، وكمان لا يمكن لصاحب المدرسه الخاصه ان هو يفترس ولي الامر بان هو يهدده بطرد ابنه من المدرسه، لا يجوز، القرار تضمن بانه لا يجوز لصاحب المدرسه ان هو يطرد طالب من المدرسه او طالبه الا بكتابه بموافقه كتابيه من ولي الامر، وطبعا ولي الامر المفروض ان هو مش هيعمل كده. دكتور هاني، اسمح لي ان انا اتابع مع حضرتك لو اي حد من السادة المشاهدين المواطنين اولياء الامور وفي مدارس رفضت ترجع لهم فلوسهم ان احنا نبعتها لحضرتك على الوزارة. يا فندم ده احنا اللي بنناشد حضرتك من خلال برنامجك الكريم وشخصيتك المحترمة، اي حد يقع عليه ظلم بنرجوه، احنا اللي بنرجوه يا استاذ محمد، لان في بعض اولياء الامور ما زالوا بيخافوا يقول لك انا لو قلت هنفتح لنفسنا مشاكل. لا انا هعلن ده موقف المتهم. نعم نعم دكتور هاني كمال. وبنقول بعد اذن معاليك يا فندم، اتفضل. انا اسف ان قطعت كلامك، احنا اللي بنناشد وبنقول من خلال حضرتك يا استاذ محمد ومن خلال الاعلام المحترم، اي ولي امر هيقع عليه ظلم يتصل بينا فورا واحنا هناخد الاجراء اللازم. مش ممكن ابدا يا استاذ محمد وزاره محترمه زي التربيه والتعليم هتترك ولي الامر فريسه، احنا صبرنا عليهم بعض اصحاب المدارس الخاصه الفتره اللي فاتت، كنا بناخد اجراءاتنا حتى يخرج القرار بهذا الشكل، وسيخرج تعديل شامل على قرار 449 في خلال 48 ساعه، وانا شخصيا مستعد اكون مع حضرتك في حلقه. حاضر. تشرفني بس تحدد لي ايضا نسب الزيادة في العام الدراسي الجديد، لأن بعض المدارس بعض أولياء الأمور راحوا لهم لقوا الزيادات عالية جدا يعني. بالظبط يا فندم، واحنا بنتفق معاهم، في منهم من أوصل الزيادة ل 47% بالمخالفة للقانون، أنا بقول للمعاليك أنا هجيلك بالقرار الجديد، أنا شخصيا مستعد والله. تشرفني. إن أنا آجي ما تبقاش مداخلة تليفونية. لا حاضر، هنثق مع حضرتك وحضرتك تشرفني. نعم. وانا من خلال برنامج حضرتك، لان حضرتك كنت يعني اهتميت بالموضوع ده، احنا بنشكرك على الامر ده، انا مستعد ان انا اتشرف بلقاء حضرتك واطمن اولياء الامور، مش كده وبس، وجميع المصروفات الخاصه بجميع المدارس الخاصه هتعلن على موقع الوزاره حتى لا يتخذ اي صاحب مدرسه خاصه الفرصه في ان هو يبحث على الناس او يخدعهم. دكتور هاني كمال، انا بشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة القيمة، وانا كولي امر انا سعيد جدا جدا بيها. خلينا انا بشكر حضرتك دكتور هاني كمال المتحدث الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم. دكتور هاني كمال قال الاتي: اي زيادات جرت على مصروفات خلال العام الدراسي المنقضي الماضي، لو انت كان مفروض تدفع في السنة اللي فاتت مثلا 5000، جات المدرسه قالت لك لا هم 7000 رغم ان انت متعاقد على الخمسه، ال 2000 دول هيرجعوا لك تاني. الحاجه الثانيه، اي زيادات اي مدرسه عماله تعملها كده من دماغها لن يتم اعتمادها، هناك زيادات محدده بنسب
الوزارة سوف تعلن على موقعها. وبشكر دكتور هاني كمال اللي هيشرفني هنا في البرنامج، وهنسق مع حضراتكم بحيث يبقى مثلا على اول الاسبوع القادم، واتواصل معاكم ومع دكتور هاني شرفنا ونطرح عليه كل الاسئله. قبل ما اطلع فاصل، انا لسه منتظر تعليقاتكم. لو حد عنده مشكله في اي مدرسه او راح قدم، يا ريت يكلمني حالا على الاقل ابلغ وزاره التربيه والتعليم بيها. وبذكركم بتليفون البرنامج، كلموني من اي تليفون محمول على 137، كلموني من اي تليفون ارضي 0900 9900، وقولوا ايه رايكم في اللي قاله المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم. وعلى بال ما تكلمونا، ويا رب النور ما يكونش قطع عندكم. طيب اخد استاذ ميلاد من امبابه، اتفضل استاذ ميلاد. لسه بقدم لابني في كيجي 1 في مدرسه تجريبي. نعم. وكان السنه اللي فاتت كان سعرها 286. 286 في الشهر؟ لا في السنه، ده مدارس تجريب حكومي. نعم نعم. دلوقتي السنه دي بقت 701.5. احتفظ. نعم. ايه الزياده دي كلها يعني؟ أنا كم... لا هستفسر وهجيب لك إجابة على طول. يعني أستاذ ميلاد مقدم لتجريبي فين؟ طيب خليك مع الكنترول، هياخدوا نمرتك وتواصلوا مع دكتور هاني حالا ويجيبوا رد على مشكلة حضرتك. يبقى نركز، اللي عنده أي شكاوى من زيادة المصروفات على العام الدراسي الجديد فقط، وزارة التربية والتعليم أعلنت على لسان المتحدثة في برنامج مساء الخير منذ دقائق أنه لن يتم الاعتداد بأي زيادات جديدة للعام الدراسي، لأن الوزارة لسه ما حددتش النسب. أما فيما يتعلق بالعام الدراسي الماضي اللي ابن حضرتك لسه مخلصه من شهرين، أو العام الدراسي الحالي لسه يعني، اللي هيتم على طول لو في أي زيادات تمت أنت هتاخد فلوسها. اخد دينا من شبرا، اتفضلي دينا. انا الو. ايوه معاك يا دينا. انا حضرتك ابني في كي جي 1 السنه دي مقدمه له. معايا حضرتك؟ معاك. المصاريف هي يعني ايه زياده بسيطه، بس مش المشكله في المصاريف، هو حضرتك المشكله دلوقتي في الباص بتاع المدرسه نفسه. ما الاسعار الباص لازم تغلى صح؟ بس حضرتك ده مزودينها نسبه كبيره قوي، يعني انا كنت بدفع 1135 السنه اللي فاتت، دلوقتي بقت 2400. اوه 110%. بالظبط كده حضرتك. يعني وش يعني هما ما فيش مشكله في مصاريف المدرسه الزياده معقوله، لكن في المصاريف من ناحيه ثانيه الباص بتاع المدرسه. هو زياده السولار كانت 55%، والباص مفروض شغال سولار، فمفروض ال 1100 عند حضرتك يزيدوا 600 جنيه بقى 1700. هو قال لك 2000 وكام؟ 2400 حضرتك. ده بالزياده يعني. طيب ماشي. ايوه تمام. هناخد برضو، سيبي لي اسم المدرسه في الكنترول لو سمحت. اخد رشا من اسيوط، اتفضلي رشا. يا رشا. يا رشا. طيب. استاذ محمد، انا صاحب مصنع في السادات بتكلفه اكتر من 30 مليون جنيه، عندي مشاكل مع جهاز المدينه وهي مشاكل إدارية لا دخل لي بها، أتمنى التواصل مع مهندس مجدي فرحات. طب مهندس مجدي فرحات هيشرفنا النهاردة، الفقرة الجاية. طيب خلينا أقول لحضراتكم النهاردة احنا هنناقش ايه. النهاردة هنناقش قضيتين مهمين جدا. الأولى نقص بعض الأدوية في السوق المصري. يعني أخد تليفون معلش عاطف من الخصوص، اتفضل أستاذ عاطف. استاذ عاطف اتفضل. مساء الخير يا فندم. مساء النور، وقف في التلفزيون يا استاذ عاطف. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا قمر. معلش حضرتك، كان عندي مشكله انا بالخصوص، وفي مدرسه خاصه عندي بنتين. حاولوا تاني تجيبوا استاذ عاطف. منال من المعاد، اتفضلي منال. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. والله احنا في دوله العروبه اللي في المعادي. نعم. احنا عندنا المصاريف القسط الاولاني السنه اللي فاتت كان 5600، السنه دي عاملين 8600. لن رحنا المدرسه نقول ان زياده كثيره عن اللي هم محدده الوزير،
قالوا لا جات لنا لجنه من وزاره وشافت استعدادات المدرسه وقالت هي ده مناسبه واللي مش عاجبه يسيب المدرسه. قالوا لنا كده صراحه يعني. مدرسه العروبه بالمعادي. لغات مدرسه العروبه لغات للمعادي. هو لو كنت سمعتي معانا دكتور هاني كمال كان بيقول كل هذه الارقام لن يتم الاعتمادها رسميا يعني، وهيشرفني والمدارس المخالفه. يعني الجمله اللي حضرتك بتقولها دي تعرض مدرسه، اذا صحت شكوتك يعني، لان ممثل المدرسه مش معايا التليفون، هيتم على طول وضعها تحت الاشراف المالي والاداري للوزاره. خليني اخد عزه مدينه نصر، اتفضلي عزه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. انا ليا بناتي في ثلاث مدارس في شارع مودرن سكول في عين شمس. واحنا كان لينا باصات في المدرسه السنه اللي فاتت، منعوا باصات دخول مدينه ناصر عشان موضوع الأربعة. السنه دي قلنا له نروح نطلع لنا باصين في مدينه ناصر، ما رضاش صح للمدرسه لحد دلوقتي. طب اسعار بناتنا فين؟ طب اسعار المدارس السنه الجديده اخبارها ايه؟ لا المدرسه كويسه مش مزوده كتير، حوالي 300-400 جنيه مش كتير يعني. طيب انت تواصلتي مع مدير المدرسه قال لك ايه؟ قال لي مش هقدر اطلع باصات. خايف وقلقان. خايف بس احنا مدينه ناصر ما عادش فيها حاجه دلوقتي. بس اعتقد لو عدد من اولياء الامور راحوا وتفاهموا معاه يعني هي دي مشكله الوزاره بصراحه، ما اقدرش اقول لك هي طرف فيها يعني، بس لو حصل تواصل مع مدير المدرسه بشكل ودي ازاي نامن لك الباص او كده. اخد اخر اتصال تليفوني، حسين من العبور، اتفضل استاذ حسين. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء النور. دلوقتي انا ليا ثلاث بنات في مدرسه رجاء في الطريق الاسماعيليه الصحراوي. نعم. عند مستر احمد رجائي. وكل سنه بنعمل معاه مشكله احنا اولياء الامور، وللاسف لما اشتكيته في الوزاره، الوزاره سلمتني ليه تسليم اهالي. جابني في مكتبه وهددني بان هو هيديني ملفات اولادي. الكلام ده كان من حوالي 3 سنين اصلا يعني. الجديد بقى ان هو انا مبتدي معاه، اول ما دخلت ولادي المدرسه عنده كان سعره حوالي 3000 جنيه. نعم. وصل ل 14000 جنيه دلوقتي. طيب ممكن هنحتفظ بهذه المداخله وهذه الشكوى، وهيشرفني مستشار وزير التربيه والتعليم هتفق معايا يبقى الاسبوع الجاي، لانه عايز يجي يعلن اخبار ساره، واظنها هي كذلك ايضا اخبار ساره لينا كاولياء امور، وهعرض عليه مشكله زي هذه المشكله، والحلقه مسجله وهاخد هذه الرسائل. خليني اقول ان احنا عندنا قضيتين هناقش بعد الفاصل، قضيه مهمه جدا، نقص الدواء في مصر. الناس بتشتكي، بييجوا ينزلوا يلفوا بالروشتة على اكتر من اجزخانه مش لاقيين الدواء، وادويه لامراض صعبه جدا، وغير طبعا جزء تاني يتعلق بالادويه المغشوشه، دي قضيه هناقشها. هناقش ايضا قضيه مهمه جدا النهارده، خلاص المواطن المصري او الغالبيه العظمى من المصريين حلمهم في امتلاك شقه يبقى له شقه تمليك، راح اصبح سراب. يعني ايه سعر المتر ب 7000 و8000 و9000 و10000 جنيه؟ احنا فين؟ ده احنا في مصر اللي الحكومه قالت الحد الادنى للموظف ورب يكون بيطبق 1200 جنيه. يعني ازاي؟ عايز اقول لحضراتكم كان اي موظف طبقه وسطى، مدرس، ظابط، مهندس، سبعينات ولحد تمانينات، كان يقدر بمرتبه يجيب شقه تمليك. وانت لو كنت سافرت في السبعينات والتمانينات الخليج كنت تقدر في سنه سنتين تجيب شقه او تشتري حته ارض وتبني عماره. النهارده الكلام ده مستحيل. ليه مستحيل؟ وهل الدولة تقدر تتدخل وتعمل توازن في هذا السوق؟ ده فقرة مهمة جدا النهاردة هنطرح فيها هذه الأسئلة. بعد الفاصل بقى عندي تقرير مهم جدا. انتوا عارفين هي ما بتبقاش أجازة للواحد، لو أنا بشتغل معاكم سبت وحد واثنين بس، ثلاث واربع وخميس والله، وأحيانا جمعة بننزل ونعمل شغل للبرنامج، وده دوري. خدت الكاميرا وخدت فريق الاعداد ونزلنا رحنا مكتب التنسيق. مكتب التنسيق اللي في جامعة القاهرة، المدينة الجامعية لطلاب جامعة القاهرة، وتعالوا شوفوا هذا التقرير وشوفوا أحلام طلبة كتير بتتحطم على مكتب التنسيق، لكن بعد هذا الفصل.